هضر معاه. شكون باك؟ بابا بابا عندي بابا وعندي بيي، عندي ماما غزلان وماما فاطمه. شكون باباك الاول؟ بابا هذا وبابا هذه. وفي خواتاتك شكون خواتاتك؟ عندي بابا احمد وبابا بيي ميلود، وعندي خواتات، عندي اختي ربيعه اختي دريسيه اختي نعيمه، وعندي عاود اختي هي عزيز، وعندي عندي خوتي زهرة وخديجة وغفران. باز باز، ما عندي ما يتسال. السلام عليكم، كنشكر صاحب الفيديو واخا ما عندوش حق يسول لي ولدي ديك الطريقة، وهو ماشي من العائلة. عمي هو اللي كيتحمل المسؤولية مدخلو باش يكسب التعاطف ديال الناس والتحقيق شكون شكون شكون. وزائد كيتفرج في الفيديو ديال ولدي، شوف عينيه فين كيشوف، عينيه كيشوف واحد الجهه واحده اخرى، ما كيهضرش هكا ديك الكاميرا، كيهضر وكيشوف منا. حقاش مانيش عارف مهدد ولا 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 ولا. واش انت اللي غادي تشوف هذا الفيديو؟ واش ترضى هذا الفيديو لولدك ولا ولد خوك؟ ولا انني انا عايش في فرنسا 5 سنين مشايفش ولدي، وعام 10 شهور ما هضرش معاه، وانا فرنسا مريح فيها. لحقاش البنت ديالي مريضه، ما نقدرش نحطها للمغرب، مريضه مريسكي معاه، وعندها اختها، والولد كنتمنى الام ديالو تمشي تدي ولدها. الولد طليقتي راه ماشي بنت عمي، وما عندها حتى شي دخل في الموضوع. الا شافت هاد الفيديو تمشي تدي ولدها. وانت خويا ولا اختي اللي كتفرج، باش غادي تحس وتشوف ولدك يتعاملوا معاه بهذه الطريقه؟ شكون باك؟ شكون اختك؟ شكون شكون؟ هذا تحقيق. هذا طفل قاصر وما عندوش ام وما عندوش اب، اللي هو انا لجأت للديار الفرنسيه من اجل العلاج ديال بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله، ماشي سمحت فيه انني جيت نخدم ولا جيت مع الفلوس ولا ولا ولا. يعني غادي شنو غادي يكون الشعور ديالك وانت تشوف ولدك وما كيحقو فيه؟ اسيدي انت قول لهاد الولد كلمه زينه وضحك هاد الولد وكذا. علاش اش داك تدخلو شكون باك وشكون امك وشكون اختك وشكون شكون شكون شكون؟ ونتمنى ان شاء الله الا شاف شي واحد الفيديو، هاد الولد ديالي راه موجود في وجده في لاج القطار الف 10 رقم الدار 11، ويقرا في مدرسه بن سعيد مهداوي، وموجود عند واحد السيد مختطف سميته الدنبيل الميلوت اللي هو العم ديالي. السلام عليكم.